ومعنا عبر الهاتف سماحة الشيخ يوسف الدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني. أهلا بك معنا معالي الوزير. ووصول الإرهابيين إلى أن ينفذوا عملية في بالقرب من الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، أعتقد أنه لم يسبقهم في ذلك بقتل المصلين واستهداف المساجد إلا إسرائيل كدولة احتلال فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ماذا يمكن القول في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد إننا من أرض الإسراء والمعراج، من أرض المسجد الأقصى، نستنكر هذه الجريمة البشعة التي حصلت في بالقرب من الحرم النبوي الشريف. وإنني أقول لمن قام بها، ألا يتذكر حرمة هذا البلد الطيب؟ ألا يتذكر حرمة المسجد النبوي الشريف؟ ألا يعلم أنه من جوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترف جريمة بشعة نقراء بحق أناس أبرياء يقومون على خدمة المصلين والمعتمرين، يقومون على خدمة المسجد النبوي الشريف؟ نعم، إنها جريمة بشعة بأعلى المقاييس، حيث من قام بها لم يراعي لحد رمضان حرمة، ولا للمسجد النبوي حرمة، ولا للعشر الأواخر من رمضان حرمة. نعم، فصدق من قال إن الإرهاب لا دين له. وبالتالي إن من قام بهذه العملية النكراء قد خرج عن كل مبادئنا وعن أخلاق ديننا الحنيف التي تعلمناها. ألا يعلم هؤلاء أن المسلم على المسلم حرام؟ ألم يتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف في عرفة وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا؟ ألم يتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ نعم، لقد تجردوا من كل الأخلاق، من الإنسانية، لقد خرجوا عن الصف الإسلامي، عن الدين الحنيف عندما اقترفوا هذه الجريمة. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الشهداء الذين ذهبوا ضحية لهذه الجريمة البشعة، الشهداء أن يتقبلهم في هذا الشهر الفضيل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن من فلسطين، من أرض الإسراء والمعراج، مع المملكة العربية السعودية في مقاومتها للإرهاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا من كل سوء ومن كل مكروه. كفانا ما تكون به هذه الحكومة من خدمة للحرمين، الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف، وما يقوم به من تقديم خدمة جليلة للحجاج بيت الله والمعتمرين. هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية ألم يعلموا أنهم اعتدوا على ضيوف الله سبحانه وتعالى؟ اعتدوا على ضيوف الرحمن في المساجد في آخر ليلة من ليالي رمضان التي ينظر فيها الله سبحانه وتعالى على عباده. هؤلاء اقترفوا فعلا جريمة نقراء، جريمة بأعلى المقاييس، فإننا نرفضها رفضا كاملا. ونحن مع محاربة الإرهاب أينما كان، بكل مع محاربة الإرهاب بكل صوره وبكل أشكاله. سماحة الشيخ يوسف الدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.